طيب دلوقتي سريعا هنروح معاكم لأهم اللي اتقال في السوشيال ميديا عن نجوم كرة القدم. هنبتدي مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني الأول، واللي نشر صورة على صفحته على تويتر قبل ما يسافر لإنجلترا بعد ما غادر معسكر المنتخب بسبب إحساسه بالإجهاد في العضلة الضمة. نشر محمد النني كمان على تويتر صورة للمنتخب من الطيارة وهما مسافرين لسوازيلاند النهاردة الصبح، وكتب لسوازيلاند. كمان نشر محمد هاني صور للفريق من رحلة سوازيلاند على صفحته على تويتر وقال إن شاء الله يوفق منتخبنا في الماتش اللي جاي، وطبعا أكيد فوزنا هيكون فوز حاسم للتأهل لأمم أفريقيا. كمان نشر عمرو وردة لاعب باوك والمنتخب الوطني الأول صورة على الانستجرام مع صلاح في ماتش سوازيلاند وكتب مكملين سوا. نشر كمان محمد شوقي لاعب النادي الأهلي السابق والمدرب المساعد للمنتخب الأولمبي صورة على الانستجرام مع الجهاز الفني من تدريب من تدريبات الفريق في دبي والمتواجد فيها دلوقتي المنتخب عشان يخوض مباراتين وديتين مع الإمارات. عالميا بقى، كتبت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على تويتر: عشاء برشلونة في كل مكان، طب يومكم بكل خير، بعد أسبوعين يتجدد موعدنا مع متعة الكلاسيكو في الكامب نو. طبعا الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة هيكون ماتش أكيد مثير جدا والكل مستنيه، هيكون يوم 28 أكتوبر الجاي. كمان نشرت صفحة بلاتشر فوتبول على تويتر صورة للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وكتبت: منذ 9 أعوام قال بيكهام وداعا عاطفيا لجماهير انجلترا في اخر مباراه ليه. كمان نشر الهولندي فان ألدم على صفحته على تويتر صوره من ماتش امبارح بين هولندا والمانيا في دوري الامم الاوروبيه واللي فاز فيها منتخب الطواحين 3-0 وكتب فان ألدم: يا لها من ليله، فوز جيد على المانيا 3-0، سعيد بالتواجد في التشكيل. كمان نشرت الصفحه الرسميه في الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا على تويتر صوره لمدرب المانيا يواكيم لوف وكتبت: المباراة ضد هولندا هي رقم 168 ليواكيم لوف كمدرب للمنتخب الألماني، رقم قياسي جديد. الرقم القياسي السابق كان متسجل باسم المدرب ساب هيربرجر وكان رصيده 167 مباراة مع المانشفت. كمان نشرت صفحة في الجول على تويتر صورة لمنتخب جبل طارق وكتبت: يوم للتاريخ لهذه البلاد، منتخب جبل طارق يتمكن من تحقيق الفوز الأول الرسمي في التاريخ على أرمينيا. طبعا ده جه بهدف نظيف قبل فوز النهاردة، الفوز قبل فوز طبعا النهاردة سكنت شباك الفريق 107 هدف قبل كده وسجلوا 5 أهداف بس، وده أكيد يوم مش هيتنسي بالنسبة للبلد دي. كمان كيليان مبابي نشر فيديو على صفحته على انستجرام من تدريبات منتخب فرنسا واعتذر لزميله في الفريق عثمان ديمبلي. تعالوا نروح نشوف الفيديو مع بعض. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده في كلام في الميديا، خليكم معانا.